بسم الله، هناخد زي نعمل سيكشن في الارشيكاد. هاجي من دوكمنت واقول له سيكشن، بلاقي عندي نوعين من السكشن. في نوع سنجل، سنجل اللي هو العادي اللي انا برسم مثلا من هنا لهنا، تمام، وبحدد انا عايز ابص الناحيه دي ولا ابص الناحيه دي. اقول مثلا ان انا ابص الناحيه دي، وهاجي هنا لحد ما تبقى علامه الشبه الواي المقلوبه او علامة مركب العربيات. أنا مفهمش في عربيات خالص، بس أعتقد دي مرسيدس. رايت كليك أوبن سيكشن، تمام، هيبدأ يتعمل سيكشن. أي تعديل في البلان هتعدل في السيكشن، أي تعديل في السيكشن هتعدل في البلان. طبعا اللي صمم خد السلم معاه فوق، السلم في الدور التاني ومفيش سلالم في بقية الأدوار. طيب أدوس كنترول تاب عشان أرجع للشكل دوت، تمام، وأبدأ ألغي السيكشن دوت. اقوله ديليت. طيب اجي ارسم النوع التاني من السكشن اللي هو النوع دوت. ده بيحصل ايه؟ بقول له انا عايز سكشن من هنا لهنا، وبعد كده هيمشي كده، وبعد كده هيقطع في السلم دوت، وبعد كده هيخرج كده. اقدر اتحرك فيه زي ما انا عايز، تمام. ولما بخلص بروح دايس مرتين او سكيب، تمام. بيقول انت عايز تبص الناحية دي ولا تبص الناحية دي؟ خلينا نبص الناحية دي. طيب اجي هنا، اول ما تيجي علامة الواي اوبن سيكشن، هذا سيكشن ظهر لي بالشكل دوت، تمام. طيب هل عندي اختيارات كمان؟ عندي اختيارات كمان. زي ايه؟ هنا انت عايز سيكشن على طول شايف اي حاجه قدامه، ولا عايزه ليميت الدبس هتحدد له انت الدبس بتاعه، تمام، ولا عايز ان هو زيرو دبس. يعني ايه زيرو دبس؟ يعني هيوريك بس الحاجات اللي هو قاطع فيها بس، تمام، بالشكل ده. طيب تعالى نشوف هيبقى عامل ازاي. اوبن سيكشن، تمام، قاطع في الحته دي، خلاص هو ده اللي يشوفها، ما يشوفش حاجه بعدها خالص، تمام. طيب طب لو انا عايز اعدل في السكشن دوت، ممكن اجي كده واروح داس على السكشن مرتين، بيبدا يديني الاختيارات بتاعتي، اسم السكشن ايه، الماركر ريفرنس 2، هل انت عايزه ليميتد؟ يعني ايه ليميتد؟ يعني في الدور اللي انا فيه بس، ولا عايزه انليميتد المشروع كله؟ لو ليميتد تبدا تختار، هل انت عايز من اول حاجه في المشروع، يعني مثلا ممكن اقول له انا عايز من صفر مثلا لخمسة متر فوق، تبدا تحدد انت هتشوف من فين لفين. يعني ممكن اقول له مثلا ايه، انا عايز اشوف مثلا من 4 متر ل 8 متر بالنسبه للبروجكت زيرو، تمام. دي حاجه كويسه بحيث ايه، ممكن تكون انت عايز، تعال نقول له اوكي كده مثلا، رايت كليك اوبن سيكشن، ده سيكشن المشروع كله، ده جاب لي من هنا لهنا من 4 متر ل 8 متر زي ما احنا قلنا. مش فاكر احنا قلنا كام، تعال نعمل سيلكت عليه اهوت، تمام، من 0 ل 8 متر. طب لو انا غيرتها مثلا خليتها 4 متر، اوكي، تعالى هنا اقول له ايه، اوبن سيكشن، تمام، جاب لي من 4 ل 8. فانت بتحدد انت عايز تشوف ايه بالظبط، بحيث توفر على نفسك بدل ما بعد ما تفتح تقعد تظبط، لا ممكن تظبطها اوتوماتيك من هنا، تمام. الماركر عايز يبقى شكله ايه؟ ده شكل من الاشكال مثلا، ممكن تقول لا انا عايز اختار شكل تاني، عايز اختار لون تاني، عايز اغير الكتابة مثلا بالشكل دوت، عايز اغير اللون، الستايل، الماركر فيل، زي ما انت عايز، ممكن تلغيه خالص. الرأس بتاع الماركر عندك كذا ستايل، ممكن تغير مثلا تخلي الستايل دوت هيبقى شكله عامل ازاي في البلان، ستوري ليفل، تمام. طيب لو انا عايز اغير الشكل في قلب السكشن، يعني الشكل ده مثلا مش عاجبني مثلا عايز اغير فيه، ممكن ادوس رايت كليك واقول له سيكشن سيتنج،
تمام، او من هنا من نافيجيتور، او ادخل ادوس رايت كليك واقول له سيكشن سيتنج، تمام، او من البلان نفسه رايت كليك وادور على سيكشن سيتنج، تمام. طيب خلينا نختار سيكشن سيتنج، نعم، وتبدأ تختار موديل ديسبلاي، القائمة ديت اللي هي سيتنج، القائمة ديت ممكن اجيبها من هنا، ادوس رايت كليك واقول له سيكشن سيتنج، او من هنا رايت كليك سيكشن سيتنج، تمام. من الحاجات المهمة برضو بص شكل السيكشن عامل ازاي، ممكن اقول له لا انا عايز اغير فيه، يعني بمعنى ايه، مثلا انا عايز اعمل سان اند شادو، اعمل لي الشادو بتاعي واظبط الالوان بتاعتي، الشادو بولجن مثلا عايز لونه مثلا او شكله بالدرجة ديت، واللون خليه مثلا بالشكل دوت، واقول له اوكي وابدا اشوف التأثير هيبقى عامل ازاي. ممكن اطلع القايمه بتاعه سيكشن سيتنج من هنا، ادوس رايت كليك واقول له سيكشن سيتنج، او من هنا ادوس رايت كليك واقول له سيكشن سيتنج. ممكن تبدا تظبط الشكل بتاعه، يعني تقول له مثلا انا عايز ظل مثلا سان شادو، هل انت عايز ظل ولا لا، ولو عايز ظل ايه الشكل اللي انت عايزه، الفيو بوينت سان سيتنج as all 3D window مثلا او custom، اوكي okay.